لا بالحسين ولا هنا بالمستشفى الهندي، وحد المستشفى الهندي ما معطينا اي خبر عنها، لا عدله ولا ميته، قالوا نقلنا الحسيني بالزهراء، لا الحسين ولا الزهراء دورنا، وهالهنديه ماكو. واحنا نعرف مصيرنا ما دام قائد عمليات هنا وقائد الشرطه هنا والمحافظ كلهم خلوك تدخلون؟ ما خلونا ها قدامك هسه طب يدخل خلي يدخل قدامك مساعه هنا الشرطه يدفعون بينا هناك خلونا يدفعون بينا دفع على طب احنا دن زين ليش احنا اهلنا جوا ضحايانا كلها جوا ليش ما خلونا احد يطب؟ على اساس يعني شنو هالجيش هذا والشرطه؟ هم هسه يقولوا ماكو ضحايا شو قاعد وينها؟ اعطنيها اعطنيها اهدر عشان قائد عمليات هنا وقائد الشرطه وكلهم خلي طلع لي حميد شنو اسمه؟ حميد حسين اي حاله ايش قد عدد المصابين ايش قد عدد المرضى ايش قد بالباطنيه ايش قد موجود هسه يقولون ماكو اصلا ضحايا شلون ماكو ضحايا ماكو ضحايا هو قدام الاعلام يقول لك اكو ماكو ضحايا هو اصلا نظام فاشل بالخمسة العصر الحريق الساعه بالخمسة العصر بالتسعة المسؤولين دول سيارات المسؤولين سوا طبت سيارات المسؤولين الساعه بالتسعة على ما صلوا وتعشوا وهاي كملوا شغلهم يلا اجوا لهنا شافوا هاي الناس اللي شايفه ضايمها بوعنا وهذا مستشفى شيلكو عزه طبعا المستشفى هذا اللي تقول وقفوا مال الابقار هذا هو مو طبيعي تعمير هذا المستشفى كله لفظ بتجيب كل شيء ماكو عم رحت بلا جمعيه والحسين سجاد ما بي والقران الكريم اليوم الصبح انا بالمستشفى الجمعيه والحسين ماكو رحت للدكتور هذا دكتور اخصائي اجي العصر يبوسني بيدي هنا يبوسني يبوس منا يرجع منا من اجي لرا اجي لهنا اجي لرا انا مراجع يمي اتنوع على القشار دم جماعته اللي يراجعون يمي وانا قد دكاتره هيك لا من دكتور لا من مسؤول لا من ضابط كل شيء ماكو عمي والحسين نظام افشل من عنده ماكو هسه اجى المحافظ شاف هيك ضموا رتات هاي الرتات كلها ضموها نظفوا الوضعيه كل شيء ماكو اجى المحافظ شاف كل شيء ماكو خلوه